يتهم الأحواز طهران بإجبارهم على مغادرة أراضيهم وتطبيق مخطط تغيير ديموغرافي لصالح فرس إيران. المخطط ليس جديداً، لكن السؤال، هل هي مهمة سهلة؟ عدد الأحوازيين يقرب من 5 ملايين نسمة يعيشون في منطقتين استراتيجيتين، محافظة خوزستان التي تضم إنتاج آبار النفط والغاز وموانئ بارزة، ومنطقة الخليج العربي بين بوشهر وبندر عباس التي تشهد حركة ملاحة بحرية كبيرة. بسبب الأهمية الاستراتيجية لمناطقهم خاصة خوزستان، يدير النظام برامج لتشجيع الفرس والأقليات غير العربية على الانتقال إليها في وقت يمارس الإخلاءات القصرية بحق الأحواز، والسياسة ذاتها تطبق عليهم في سوق العمل خاصة في قطاع النفط والغاز. يحصل الفرس الإيرانيون على وظائف بدخل مرتفع، بينما ينتمي معظم الأحوازيين إلى العمال، حتى أن ممثل المرشد الأعلى في الأحواز محسن حيدري اعترف في يناير الماضي بأن العرب يشغلون 5% فقط من الوظائف المهمة في صناعة النفط في محافظة خوزستان.